الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. عضلات النبات الفوسفورية مقويات النباتات بآلية نانوية. يعتبر الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم العناصر الأساسية في تغذية النبات، وبالنسبة للفوسفور فهو عنصر هام في تنفس النبات وفي تحويل السكريات داخله وفي نضج ثماره. دأب العالم مؤخراً على إضافة الأسمدة بشكل جنوني للحصول على أقصى غلة ممكنة، ومن بينها الفوسفور الذي ينتهي المطاف بالفائض منه كملوث للبيئة. لكن ليس بعد اليوم، فتقنية النانو اقتحمت عالم الزراعة لتعد بأمثلة امتصاص هذا العنصر بحيث تنتفي الحاجة إلى إشباع التراب به. كيف؟ مقالنا يحمل الإجابة. لم يكن يعلم جون ماير العالم الزراعي أن فكرته بجلب الفوسفات إلى عالم التنمية الزراعية سوف تجلب الكثير من المتاعب والمشاكل البيئية. فبالرغم صحة نظرية انحلال الفوسفور خلال 80 عاما نتيجة الاستهلاك الجائر، إلا أن العالم ما زال يطمع أكثر في زيادة استخدامه نظرا لكونه الحجر الرئيسي في الحصول على النباتات الضخمة المدرة اقتصاديا. تلتهم النباتات الفوسفور بشهية كبيرة نظرا لحاجتها له في عملياتها الحيوية من بناء ضوئي وتنفس وغيرها، وتمتص النباتات الفوسفور من التربة إثر عمليات أنزيمية تعمل على تحويل الفوسفور من شكله المعقد إلى التركيب البسيط الذي يستطيع النبات امتصاصه. لكن رغم احتياج النبات ل 45% من الفوسفور الموجود في التربة، إلا أن المزارعين يهيلون السماد بكميات ضخمة طمعا في حصولهم على أوفر النباتات حظا أمام المستهلك وعلى رفوف البيع، دون أن يأخذوا في الحسبان تسرب بقايا السماد إلى مجاري الأنهار والمياه لتغرق المناطق المائية بالطحالب نتيجة ظاهرة الإثراء الغذائي. دفع هذا العلماء للبحث عن تقنيات أخرى تحمي النبات وتساعده على النمو بنفس الفعالية، ولكن دون الحاجة إلى إضافات من خارج المواطن النباتية. فقد نجح مهندسون من جامعة واشنطن في ولاية سانت لويس الأمريكية في اكتشاف آلية نانوية تزيد من فعالية النبات لامتصاص الفوسفور من التربة وتقليل نسبة الأسمدة المستخدمة. سحر الجزيئات النانوية. تتفاعل الجزيئات المصنوعة من أكسيد الزنك وهو أحد العناصر المغذية للنبات مع الأنزيمات المسؤولة مثل الفوسفاتاز والفيتاز عند امتصاص الفوسفور من التربة، وتزيد من فعاليتها مما يسهل حصول النبات على الفوسفور بقدر حاجته للنمو. ولدراسة فعالية هذه الجزيئات النانوية تمت إضافتها إلى أحد الأنواع الفول المزروع في الصين والهند، وقد اختاره العلماء مينغ بين لاحتوائه على نسب عالية من البروتين الكافي لإشباع 60% من حاجة سكان تلك الدول، كما يتميز بقدرته على التكيف مع التغيرات المناخية التي قد تؤثر على قدرة الأنزيمات المساهمة في امتصاص الفوسفور، وكذلك قدرة الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة المساهمة أيضا في امتصاص الفوسفور، مما يحول لون النباتات إلى لون بني مصفر قبل أن تموت. فول مينغ وجزيئات نانوية. استطاعت الجزيئات النانوية المصنوعة من الزنك زيادة نسبة امتصاص الفوسفور في نبات الفول إلى 11%، وكذلك زيادة فاعلية الأنزيمات المساعدة من 84% إلى 108%، وبالتالي زيادة تحويل الفوسفور المعقد إلى الفوسفور المطلوب المتاح للامتصاص، مما يقلل الحاجة إلى الفوسفور الصناعي. وعن الآمال المستقبلية نقول بأن 45% من الفوسفور العالمي يستخدم في الزراعة خاصة في الصين والهند، مما يركز بؤرة البحث في إيجاد حلول تستهدف الزراعة بشكل أولي من غيرها. ويأمل الباحثون أن يستخدم العالم بأجمعه هذه التقنية للمساهمة ولو بشكل بسيط في الحفاظ على البيئة بالتوازي مع زيادة الإنتاج الغذائي لسد ثغرة المجاعة الغذائية في العالم. الإثراء الغذائي يوتريفيكيشن. ارتفاع تركيز العناصر الأساسية لتغذية النباتات من الفوسفور والنيتروجين في مياه البحيرات والسدود نتيجة طرح ملوثات عضوية فيها، مما يؤدي إلى نمو الطحالب بكثافة مما ينعكس سلبا على الأحياء المائية.